احنا شفنا امبارح يعني خلينا نقول ايه، في كابلز كده كانوا في الماتش، يعني شفنا مثلا احمد حجازي محمد عبد المنعم، شفنا محمد صلاح وعمر مرموش، يعني صحيح. شفنا كان في فعلا تناغم في المباراه، وكان دايما يعني زي ما بيقال دايما بره حتى كولابوريشن، كله بيتعاون مع بعضه، مفيش حد حابب ان هو يستحوذ بالكوره لنفسه، ما شفناش ده. عايز اسالك بقى، يعني هل ده يرجع لفكره ان احنا بيقال ان احنا في البطولات او المباريات اللي بيكون فيه بنكون موجودين قبلها في معسكر طويل مدته طويله شويه، بيكون في تناغم اكتر، ولا ايه السبب؟ طيب هو مبدئيا فكره التناغم دي مع الوقت، ده حقيقي فعلا. كمان الحاله التنافسيه بتخلق رغبه عند اللعيبه في تحقيق الانتصار الجماعي. يعني لا بس احيانا ما تبقاش انتصار جماعي، في ناس بتحب تبقى هي اللي ظاهره وبتحب تنسب الفضل هو لنفسها. ده موجود في كل مكان في العالم. يعني كريستيانو رونالدو افضل لاعب في العالم ومنافس ميسي الرئيسي في اخر 10 سنين او اخر 15 سنه، لما راموس بيسجل من قدامه بيزعل، هو عنده رغبه طوال الوقت انه يحقق الرقم الفردي وان هو التارجت بتاعه وان هو افضل لاعب في العالم، فده موجود، خليني اقول ان هو موجود طوال الوقت. لكن فكره التناغم اللي حاصله جوه البطوله المجمعه بتيجي مع الوقت اولا، وثانيا انت لما بتستشعر الحاله الجماهيريه اللي حواليك وان انتظار الناس ان انت تحقق المكسب الجماعي وان انت تكون مرشح للقب وتصل لميداليه، كل الحاجات دي زائد الجلسات اللي بتحصل ما بين اللعيبه. محمد صلاح عمل اكتر من 4 أو 5 جلسات قبل مباراه كوت ديفوار، كان بيعمل جلسات فرديه مجموعه مجموعه وبيتكلم مع الناس بشكل يعني بيحاول يحافظ طول الوقت، واتكلم بجديه شديده جدا. محمد صلاح كان مركز قوي، فالحاله دي اتعكست وشفتيها وقدرت تلمسيها فعلا، التناغم اللي بيحصل بين الناس. يعني محمد عبد المنعم واحد من المكاسب العظيمه صحيح. جدا جدا، لاعب شاب ما كانش حد يتصور ابدا ابدا انه يلعب بشكل اساسي ولا انه يعوض الونش، لان الونش في اخر فترات هو المدافع الاهم في الكره المصريه، فبالتالي كان صعب ان انت تتخيل المنتخب من غيره. اللاعب بيقدم اداء بسم الله ما شاء الله عالي جدا، امس بيواجه مع حجازي اهم مهاجم في دوري ابطال اوروبا.